أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. ميليشيات الكرامة تقبض على قياديين تابعين لها متهمين بعمليات خطف وقتل وتهديدات. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يطالب بتشديد الإجراءات الأمنية داخل الحقول النفطية. البحرية الليبية ترفض اتهامات منظمة إنقاذ إسبانية بتخليها عن إنقاذ مهاجرين، الأخيرة ترفع دعوى قضائية. إلى التفاصيل، السلام عليكم ورحمة الله. داهمت الكتيبة 106 التابعة لميليشيات الكرامة الجمعة مقرات تابعة لما يعرف بجهاز مكافحة الإرهاب بقيادة أسامة الورشفاني والكتيبة 276 التابعة لمظفر الغيثي. قال مصدر محلي أن الكتيبة 106 قبضت على الورشفاني والغيثي بعد اشتباكات عنيفة أمام مقر الجهاز بحي الساحل الشرقي بعد رفضهم تسليم أنفسهم، مشيرة إلى مصادرة آلياتهم ومقراتهم واعتقال عدد من أفراد تلك الكتائب. تأتي عملية إلقاء القبض على الورشفاني والغيثي على خلفية حادثة اختطاف وقتل المواطن أحمد البرعصي الذي سلم نفسه لميليشيات الكرامة أفرج عليه لاحقا، لأن مسلحين من بينهم الورشفاني اقتدوه لمكان مجهول وأقاموا بتعذيبه وقتله. هذا وقالت مصادر إعلامية من درنا إن سليمان الواحد الملقب بالمسلوخ هو من قاد عملية القبض على كل من أسامة الورشفاني أمير جهاز مكافحة الإرهاب، ومظفر الغيثي أمير الكتيبة 276 مشاة وعناصرهما وقياديين آخرين. أضافت المصادر أن المسلوخ لا يزال يطارد سالم الرفادي القيادي بميليشيات الكرامة لإلقاء القبض عليه رغم تدخل الأجهزة التابعة للكرامة التي استدعت الرفادي بصورة رسمية. قد فشلت محاولة القبض على الرفادي بعد هروبه من مقر إقامته الحالي بمنتجع ميليا السياحي. يشار إلى أن سليمان الواحد المشهور بلقب المسلوخ تابع بصورة مباشرة لصدام حفتر أمير اللواء 106، هو أحد المطلوبين لمحكمة الجنايات رفقة محمود الورفلي وآخرين. قد كان سجينا في بنغازي وانضم لعملية ما يعرف بالكرامة سنة 2015. أغلق عدد من جرحى ميليشيات الكرامة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الطريق العام بلا سرة الخاصة بهم احتجاجا على أوضاعهم الصحية وملف الجرحى مساء السبت. أتهم الجرحى في بيان لهم الجهات المسؤولة عن علاجهم بالتقاعس في أداء مهامهم معربين عن استيائهم من آلية علاج البعض عن طريق المحسوبية على حد قولهم. وأوضح أحد الجرحى في تصريح صحفي أن أغلبهم موجودون في مستشفى الجلاء جراء المعارك في مدينة درنا، لافتين إلى أنهم لجأوا للاحتجاج وإغلاق الطريق العام لإيصال أصواتهم. وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي عناصر تابعة لميليشيات الكرامة وهي تطلق النار على المواطنين بمدينة درنا أثناء توزيع المواد الإغاثية بحضور فرق الهلال الأحمر. أكدت مصادر إعلامية إلغاء رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح صفة الحاكم العسكري المكلف به عبد الرزاق الناظوري. كان صالح قد عين الناظوري وهو أحد قادة ما يسمى عملية الكرامة حاكما عسكريا من درنا إلى بن جواد منذ عامين. هذا وكلف الناظوري بدوره بعد تعيينه عددا من العسكريين كعمداء لبلديات بالمنطقة الشرقية عوضا عن العمداء المنتخبين.
أكدت مصادر من منطقة الجفرة الأحد اختطاف القاضي عبد السلام السنوسي ووكيل النيابة إسماعيل عبد الرحمن من مقر محكمة ودان. أفادت المصادر بإصابة شخصين من رجال الأمن برصاص المسلحين أمام مقر المحكمة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية الضغط لتهريب موقوفين بحسب مصادر من هناك. تمكنت دورية تابعة لخفر السواحل الليبية الأحد من إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعي على متن قرب مطاطي شمال مدينة زوارة. أوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية أن من بين المهاجرين طفلا واحدا ثمان نساء، مضيفا أن المهاجرين هم من جنسيات عربية وإفريقية مختلفة. وأشار المكتب إلى أن المهاجرين نقلوا عقب وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية إلى مركز وتجرات تابع للجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على تقديم المساعدة الإنسانية والطبية اللازمة لهم. أعلنت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ناتاشا بارتود أن المفوضية الأوروبية ستعلن الأسبوع القادم عن مقترحات محددة بشأن منصات الإنزال سواء داخل أراضي الاتحاد أو خارجه. أوضحت بحسب وكالة آكل الإيطالية أنها لم تطلع على تصريح رئيس الحكومة المقترحة فايز السراج. ترى دوائر صنع القرار الأوروبي أن كل ما يتم طرحه حاليا هو حلول مؤقتة، أن الحل المستدام لمسألة الهجرة واللجوء يتمثل في إصلاح نظام دبلن، أي المهمة التي تواجه عثرات كثيرة بسبب تباعد وجهات النظر بين الدول الأعضاء. أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن هدف الاتحاد الأوروبي النهائي هو منع المهاجرين من مغادرة إفريقيا نحو أوروبا. سالفيني في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الجمعة دعا إلى وضع خطة للاستثمار في إفريقيا وتحسين ظروف المعيشة في دول المصدر لمنعهم من الهجرة. أشار سالفيني إلى دعم الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات حرة ودعم العملية السياسية في ليبيا. ربط رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مصير الالتزام بإجراء انتخابات في البلاد هذا العام بقانون الاستفتاء على الدستور والقوانين الانتخابية التي من المفترض أن تصدر عن مجلس النواب. قال السايح في تصريح لوكالة أنباء شنقوا الصينية الأحد أن إمكانية إجراء الانتخابات الليبية خلال هذا العام من الناحية الفنية والزمنية يتوقف على نوع العملية الانتخابية. أوضح السايح بأنه إذا صدر قانون الاستفتاء في 30 من يوليو الجاري من هذا العام فإن الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ عملية الاستفتاء ستتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة، مضيفا أن الوقت لن يتيح المجال للمفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن المؤسسة تعمل لإيجاد حلول بديلة وطويلة المدى من شأنها تعزيز الأمن في الحقول النفطية وضمان سلامة العاملين بها. اطلع صنع الله بحسب موقع المؤسسة الرسمي في زيارته السبت إلى حقل الشرارة على الترتيبات الأمنية الجديدة التي وضعت لحماية الحقل، خاصة بعد خطف 4 من العاملين به مؤخرا. هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. المجلس الأعلى للدولة يقيم فعاليات ملتقى الحوار الشامل بشأن أزمة المنطقة الجنوبية.
ليس عيبا أن نختلف ولا أن تتباين وجهات نظرنا، ما دام الأصل فينا الحفاظ على هذا الوطن دينا ووحدة وعدالة. ومهما استغل المتربصون الخلاف وسعوا لنشر غراب الفرقة بيننا، تبقى جهود الخيرين من أبناء الوطن تواصل الليل بالنهار لتعم المصالحة ربوعة. فرصة المراجعة لم تنتهي، وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. ولنا في التاريخ أجداد إسوة، فما جعلنا نتوحد أيام الاستقلال يجعلنا قادرين على توحد اليوم. مطلبنا مصالحة حقيقية تلم الشعب، ومبادرة تحقق العدل، واتفاق ينهي الفتنة، صلح يعيد الأمن والسلام. فليبيا تستحق البناء، وشعبنا يستحق المصالحة. أهلا بكم من جديد. قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار إن المجلس تبنى رؤية تشكيل لجنة تعمل في الجنوب لمساعدة المجالس البلدية في توفير الخدمات الأساسية وتعزيز وجود الدولة في المنطقة. أضاف مختار خلال فعاليات ملتقى الحوار الشامل بشأن البعد الحقيقي لأزمة الجنوب في العاصمة طرابلس أن المجلس تواصل مع كافة الأطراف في الشرق والغرب، ما تواصل مع أطراف دولية لم يسمها لدعم هذا المقترح. وشدد النائب بمجلس الدولة على أن تحقيق الولاء للدولة في أي منطقة يستوجب توفير الخدمات الأساسية للسكان، هذا لا يحدث في المنطقة الجنوبية على حد قوله. قال رئيس لجنة تنمية المشروعات بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالا أن اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية سيكون نهاية الأسبوع الحالي. تكالا في تصريح صحفي لحد أوضح أن مصرف ليبيا المركزي جهز الأمور الفنية في انتظار إقرار المجلس الرئاسي المقترح لها، مضيفا أن الإصلاحات تشمل فرض رسوم على مبيعات العملة الأجنبية وزيادة مخصصات أرباب الأسر السنوية من النقد الأجنبي وإعادة تفعيل علاوة العائلة، مشيرا إلى أنهم يناقشون رفع الدعم جزئيا عن المحروقات ولديهم عدة تصورات بشأن ذلك وما أخر صدور الإصلاحات. قررت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة إجراء اختبارات تقييم للمعلمين بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط لإعطاء الأولوية في التسكين بالملاك المعتمد للمؤسسات التعليمية بحسب الكفاءة. أوضحت الوزارة في قرارها الصادر السبت أنها ستشرف على إعداد الأسئلة وستجرى الامتحانات داخل الجامعات بإشراف أعضاء هيئة التدريس بها، مضيفة أنها ستمنح علاوة مادية وعلاوة الحصة لكل معلم يدرج في جدول الحصص تمثل نسبة من مرتبه تعادل 50% من قيمة الدرجة المتحصل عليها في اختبار التقييم، لأن تعدل بالزيادة والنقصان حسب نتيجة اختباره في كل عام. قال المراقب عن مكتب التفتيش بالجبل الغربي خالد مفتاح أن التجربة الجديدة للامتحانات تجربة ناجحة وحدت من ظاهرة الغش بنسبة كبيرة. لا، إلى الآن ما عندناش حالات غش، لأن الطلبة لما يتساووا في كل شيء وتكون المراقبة على الجميع حتى الطالب يلتزم، وما عندناش ولا حالات غش ولا حالات غياب. الأمور جيدة جدا والكلية مأمنة، ونشكر حتى الجهات اللي أمنت الجهات هدية. والحقيقة إذا كان استمرت الأمور بالشكل هذا تكون تجربة ناجحة بنسبة 80%. هذا وشهد رئيس جامعة غريان ورئيس لجنة الإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية الدكتور محمد غومة بجهود الجهات الأمنية في إنجاح عملية سير الامتحانات الثانوية بالجامعة. بالنسبة للجهات الأمنية كلها صراحة بارك الله فيهم متعاونين معنا وموفرين الحماية لكل اللجان، والحمد لله ماشي الأمور
نوعا ما ماشية، لكن عندنا حاجة مشكلة بسيطة اللي هي الطلاب اللي هم مش مستوعبين الفكرة، وفي بعض الطلاب اللي هم يديروا في مشاكل داخل الكليات داخل اللجان، وبالذات اللي هم طلبة المنازل أكثر من الطلبة اللي هم القارين والتعليم الخاص. لكن بالنسبة للمدارس العامة نوعا ما الأمور كويسة، لكن غير الفكرة قاعدة فكرة جديدة، والطلبة قاعدين مش مستوعبين الفكرة، فتلاحظ أن في وجود بعض الشد في بعض الأحيان، ولكن كل شيء تحت السيطرة وماشي الأمور إن شاء الله في أفضل حال. أعلنت إدارة الرعاية الصحية ببلدية وادي لبونيس عن وصول شحنة من الأمصال والتطعيمات الخاصة بالأطفال صباح الأحد. البلدية عبر صفحتها الرسمية أوضحت أن الشحنة مقدمة من مخازن الإمداد الطبي سبها، أن التطعيمات تخص الأطفال من عمر الشهرين حتى العام ومنتصف العام، مؤكدة أن إدارة الرعاية الصحية بمنطقة سمنو ستشرع في حملة التطعيمات من صباح الاثنين. وأشارت البلدية إلى أن مراكز الرعاية الصحية بالمناطق الجنوبية تعاني من نقص في التطعيمات منذ فترة طويلة. أعلن جهاز النار الصناعية السبت عن عودة تدفق المياه لمدينة غريان عبر خط أبو زيان الرحبات بعد قرابة شهر من انقطاعه بسبب عدم استقرار التيار الكهربائي على منظومة الأبار. قال المتحدث باسم الجهاز توفيق الشويدي في تصريح لشبكة الرائد أنهم اتفقوا مع الشركة العامة للكهرباء على عدم إدخال محطات الضخ بالرابطة في عملية طرح الأحمال لضمان استمرار تدفقات المياه إلى مدن الجبل. أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة حليب أطفال من السعودية علامته التجارية المراعي. المركز على صفحته الرسمية الأحد أوضح أن سبب رفض الشحنة هو حظر استيراد حليب الأطفال من أي دولة ما عدا أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مشيرا إلى أن الكمية 15591 صندوق نقطة وصول الشحنة مصر. أفادت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء عن دخول الوحدة الأولى بمحطة سرت البخارية بقدرة إنتاجية 250 ميجاوات للشبكة العامة، مؤكدة أن أعمال الصيانة قامت بها عناصر وطنية المهندسي وفني المحطة. تعاني الشبكة العامة للكهرباء من عجز في التوليد بلغ 1600 ميجاوات، ما ساهم في زيادة طرح الأحمال على العاصمة طرابلس لأكثر من 7 ساعات. وهذا تذكير بأبرز العناوين. ميليشيات الكرامة تقبض على قياديين تابعين لها متهمين بعمليات خطف وقتل وتهديدات. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يطالب بتشديد الإجراءات الأمنية داخل الحقول النفطية. البحرية الليبية ترفض اتهامات منظمة إنقاذ إسبانية بتخليها عن إنقاذ مهاجرين، الأخيرة ترفع دعوى قضائية. وتابعتم أيضا المجلس الأعلى للدولة يقيم ندوة حول مساعدة الجنوب. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الجنود المجهولين خلف الكاميرات وفي الكنترول. أمان الله.